فيديو جديد وردة فعل جديدة. مرحبا، السلام عليكم يا اخوان، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. وانتم عم تشاهدوا هذا الفيديو شباب، اليوم مقطع وصلنا من احد المتابعين، حكى لي برسالته: السلام عليكم اخي حسن، اتمنى تشوف هذا المقطع، جدا مضحك وطريف من نوعه، اتمنى تعرضه وتعمل عليه ردة فعل. شباب المقطع امامي، هلا راح اشوفه انا وانتم نعمل ردة فعل. باين بانه مقطع مضحك وفيه اشياء، شفت اول لقطه قلت هذا المقطع معلم كثير واو. فقبل ما نبدا بالمقطع دعموا لي هذا الفيديو باللايك، وبعد ما يخلص اكتبوا لي كومنت على ذوقكم الحلو، الله يسعدكم. صوره قناه ما توصلوا لهذا المقطع اكثر من 25000 لايك، الله يسعدكم ويحفظكم. ما مطول اكثر، صلى سيدنا نبينا محمد يا اخوان، يلا نروح ونشوف المقطع. شباب جاهزين؟ هاي المقطع صار امامنا، بسم الله الرحمن الرحيم، صفوا النيه ما في شيء غلط. يلا نبلش. اوكي مثل ما شايفين هون عندنا لا من اولها، شوفوا هذا الاب الظاهر الام تاركته ورايحه او شيء، والاب متورط مع البيبي والبيبي مو راضي ياكل، فحاطط له صوره الماما. والله حيله. اوكي بكفي، مثل ما شايفين هون حاطط صوره الام وهذا الطفل حاطط له. بكفي. اوكي هذا جاي يمسح بلور السياره، حلو. تخيلوا يوم نودي سيارتنا على المصلح يسوي فيها نفس الامر هذا، هيك يصوجها ويصلحها. لا مستحيل مستحيل، بنكفي. هون عندنا ممحاه، اوه روجيتا. هي اسمها روجيتا، بس فكرته كثير حلوه، شوفوا والله بالمحاي حلو كثير، بالمحاي كاتب روجيتا، يعني هي للغش بنكتب اشياء فيها. هون شو عم يسووا؟ ليش عم يكسروه؟ غريب. اوكي حلو حلو، شوفوا كيف قاعدة تدفش الطفل بالعربانة. هذا شو هذا شو يسوي؟ عم ينظف. حلو اوكي عادي، ما في شيء غريب. تسحب العربانة معها بالسيارة. اوكي هذا البيبي حلو، حتى يختصر لانه ما بيقدر ينزل، بيطول بعدين بياكل مده اكثر. لحظه لحظه لحظه، ووو شوفوا كيف شايلين هاي السياره، رابطينها بحبله وشايلينها لانه العرض راح تطيح، هو جاي يحفر بالارض. شوفوا ركزوا هون، خلينا نرجع شوي لورا. ركزوا شباب ركزوا شباب، شايلينها حتى ما تطيح الارض. حلو، فكره حلوه. تصرف مو حلو بصراحه بانك تمسك ابنك او شيء وتخليه كممسحه او كمساحه معلم، لا مو حلو مو ظابطه. بنكفي. عم يصيد سمك، واو سبحان الرزاق، لا اله الا الله، هي رزقه من الله. هي حلوة بظل قصة كورونا وما كورونا، شوفوا حاطين هون مثل نكاشات أدنية، بتسحب وحدة بتكبس وبرجعها معلم، أو ما برجعها بكبها، حلو حتى ما يضغط بإيده. أوكي طلع السيارة، حلو كمان فكرة، رابطها بتفتل بتفتل والحبل بيصير بيقصرها بيجرها، والله فكرة حلوة علم، الله يسترنا. هي اصل التواليب دائما بتفجر اذا بتشوفوا من ضغط الهواء او شيء. اوه لا اوف وربي اسطوره. ركزوا ركزوا ركزوا، هذا ما قدر يحطها فمعلم، واو حلو، هذا ابن المصلحه بنكفي. اوكي هي مفيده للتنابل اللي كسولين، بطاريه سياره. اوكي عم يشبيت بطاريه فاضيه، جاب لها غير بطاريه. اوكي والله انا سيارتي احيانا بتفضل بطاريه، ففكره حلوه شيء، بس حط البطاريه وشغلها تشتغل حلوه. هات عم ينظف الارض بلوح عادي، ما بتضحك ولا هي غريبه. هات شو حاطط مروحة خلفه وهي اللي عم تطيره، حلو كمان فكرة حلوة. ها ترى
مو هذا شو اسمه اللي تبع الرياضه اللي الناس اللي بترقد عليه بالضبط، هو حاطه مسوي كنقاله. حلو حلو، هاي الفكره اللي بتسهل الحياه عن جد، فكر بتسهل عليك الحياه، يعني احسن ما يشيلهم وينتحهم مثل التشوتشو بيحطهم وهي بتسحبهم. حلو اوكي، هاي شو بتسوي؟ هاي للنسوان اللي بتعاني من السحاب. حلو، هاي احفظوها بنات، تعالوا نعيدها، احفظوها هاي بتفيدكم. شوفوا اربطوها بشغله معلم وعملوا هيك اوكي، احسن ما تعتازي اختك، تعالي زري لي السحاب وكذا ولا من نيتها يعني اوكي، حطوا لايك هاي للافاده. هون شو هون عم يصير؟ اوف 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 اوف. حلو اوف، الله قلبي وقع. شوفوا وين حاطط الجهاز الغبي، شوفوا قديش غبي. طب بلكي طاح وطاح حظك من بعدها، شوفوا وين حاطه بمكان عالي وبدا يقلب. اوف جابه اوكي، يا ساتر يا ساتر، فيها خطوره اوكي. هاي عادي مسويها للبسكليت، مسوي جرافي. حلو شو هذا بتسوي هاي؟ الو المقطع جمد، شو السالفة؟ راح النت، what the fuck. اوكي نكفي. اوف كيف كيف سحبتها حالة، ما شاء الله. شوف الرزقة هاي، هي رزقة من الله بتجي. شو عم يسوي هاد؟ شو هذا التصرف؟ بيحاول ينظف اجري بهي الطريقة، حاطط صابون ومي بالارض. ما عندي اي فكرة عن هذا الموضوع بصراحة، كثير كثير غريبة. اوكي شباب المقطع انتهى بصراحة، فيه اشياء مضحكة، فيه اشياء غريبة، فيه اشياء ما بتقدر تشاهدها مثل هذا اللي عم يلوي ايده، بصراحة شيء جدا فظيع، ما بقدر اني انا اشاهد هاي اللحظات. فاتمنى المقطع يكون نال اعجابكم، ولا نقفل هذا المقطع، اتمنى تدعموا لي الفيديو واللايك سراقيين، حطونا لايك ما بتخسروا اشي، جرب حط لايك جرب، واكتب كومنت الله يسعدك، راح تشعر بالسعادة اذا عملت هالاشياء. صلى سيدنا نبينا محمد يا اخوان، انتظروني كل يوم بمقطع جديد، تحية للجميع، سلام عليكم. Oh.